الأمير الذي حرصت عليه المملكة العربية السعودية دولة المقر، حيث واصلت وتواصل بشكل دائم ومستمر وبخطوات حازمة جهودها المتميزة في محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف بمختلفة أشكاله وصوره محليا وإقليميا ودوليا، وأسهمت بشكل كبير في التصدي بفعالية لهذه الظاهرة وولايتها ونتائجها المدمرة وفق الأنظمة الدولية. ودعت المجتمع الدولي إلى التعاون جميعا للقضاء على الإرهاب الذي طار العديد من دول العالم.